المقدار دوت مقدار واحد بس، لكن لو حضرتك عايز تعملي زينا النهارده ممكن تضاعفي المقدار، ما فيش اي مشكله. عندي كوبايتين ونص من الدقيق، عندي 4 بيض، عندي كمان كوبايه من السكر وكوبايه زيت وكوبايه حليب. باكت كامل من البيكنج باودر. باكت كامل قد ايه يا نونا؟ عشان احنا في البلاد العربيه الميزان او الوزن بتاع الكيس بالجرامات غير عندكم. الباكت الكامل اللي انا بتكلم عليه 16 جرام. 16 جرام لو حضرتك عندك العلبه اللي هي على بعضها وهتوزني، يبقى الباكت الكامل ده بما يعادل 16 جرام بيكنج باودر عشان يطلع معانا مظبوط. بنحط طبعا فانيليا ومعانا 3 معالق كبار خام كاكاو خام لو احنا هنعمل الشوكليت. لو احنا هنعمل الابيض بس يبقى بلاش الكاكاو خالص، نشيله من الوصفه. تمام؟ طيب الحشوات بقى بتاعتنا، احنا النهارده حاشين ايه؟ حاشين شوكولاته قابله للده وحاشين مربى. بس انا عامله حاجه كده زياده، افخم المنتج بتاعنا شويه، بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مسيحه شوكولاته بالحليب ومسيحه شوكولاته بيض. بصوا هي مسكت بس هسيحها لما اجي استخدمها وازين بيها بالشكل ده كده. علشان تطلع معانا مظبوطه وزي الفل، طبعا متسيحين مش على النار، لا متسيحين على بخار ميه. على بخار ميه، ولو هتعمليهم في الميكروويف 30 ثانيه بس، ما تجيش للدقيقه، هتيجي للدقيقه هتلاقيها نشفت منك. فهم 30 ثانيه بس عشان تسيح معاك. طيب هنستخدم ايه النهارده في الكيك بتاعنا ده؟ مش محتاجه ولا مضرب ولا الكلام ده كله، انا محتاجه الخلاط. ولا حاطه ايدي فوق الغطا، ولا حاطه ايدي وماسكه شفشق الخلاط، ولا واقفه عامله كده ومتذنبه ومكلبشه فيه علشان ما يطيرش، لا اهو بصوا. انا واثقه ومطمنه ومتاكده 100% ان هو مش هيتحرك، قوته هتطحن لي الحاجه بسرعه زي ما انا ما عايزاها بالظبط. الحقوا العروض بتاعتنا، يلا نعمل كده. بسم الله نبدا ان احنا نفضي الخليط اللي احنا ضربناه كله، والهدف من ضرب الخليط ده في الخلاط مش ان انا اعمل فوم بالبيض، لا ان انا ادوب السكر بس. صباح الفل، ان انا ادوب السكر وبس بالشكل ده كده. بصوا المنظر ما شاء الله، اللهم بارك. ضربنا الخليط كله بتاع الكيك، وهبدا ان انا دلوقتي انزل بالمواد الجافه. المواد الجافه عشان انزل بيها لازم تكون منخوله، لازم تكون منخوله. هنجيب مصفى ونحط فيها الدقيق وابدا احط عليها البيكنج باودر. بسم الله نعمل كده. ادي الكميه بتاعت الدقيق كلها اللي هي احنا طبعا مضاعفين المقدار، فدول 5 كوبايات من الدقيق بالشكل ده كده، ودول معلقتين او 2 باكت من البيكنج باودر. انا حطيت الفانيليا بتاعها فاضيه. هعمل كده وهنخل المكونات بتاعتي كلها، وطبعا انا سايبه الكاكاو بره. ليه؟ لان انا هقسم الخليط ده 2 او هنقسمه 3/4. اه صح، ما شاء الله المصفه معديه البوله بالشكل ده كده. هقسم الخليط 1/3 و1/3، التلت هاخده للكاكاو والتلتين هاخدهم للابيض، لان انا عايزه ابيض ساده وابيض مشكل بكاكاو. وهوريكم دلوقتي الثلاث صاجات اللي انا هعملهم من الخليط بتاعنا ده. مصفتكم كبيره. نعمل كده ونجيب مضرب سلك بالشكل ده كده، واعمل الخليط كله، وبعد كده اقسمه 1/3 و1/3. بالشكل ده ما يكونش فيه اي تكتلات خالص ويبقى ناعم جدا. وهنشوفه مع بعض دلوقتي. الخليط اللي حضراتكم شايفينه ده، عايزه تعملي كيك النايت اللي احنا هنعمله النهارده بالبرتقال، مش هيقول لك لا، ساعتها هنشيل كوبايه الحليب او هنحط على كوبايه الحليب نحط عليها كيس من البودر اللي احنا بنجيبه اللي هو بيتعمل زي عصير كده البرتقال. طيب مش عايزه الحليب خالص، شيليه وهاتي اللي هو المشروب الصودا بس المصري. مشروب الصودا بس المصري، ما تجيبوش اللي هو التاني، هتجيبوه بطعم البرتقال، وممكن تزودوا التطعيمه بتاعته تروحوا حاطين له برده الكيس اللي بقول لكم عليه دوت المصري مش المستورد، هيطلع معاكم زي الفل. بنبدا ان احنا نخلط كده
ما يبقاش فيه اي تكتلات بالشكل ده. كده انا هقسم الخليط تلت وتلتين علشان اعمل الكاكاو واعمل الباقي ابيض. بسم الله. بالشكل ده كده. واروح واخده معلقتين الكاكاو حطهم على الخليط. معلش ممكن ولا خلاص؟ لا انا هتصرف. هحطهم ميه. جدع جدع، تعليمي فيكي ما راحش. حاضر. بصوا كده انا حطيت الكاكاو، فشيء طبيعي ان انا لما اقلب الكاكاو دلوقتي الكاكاو الخليط هيبقى تقيل قوي، فانا محتاجه حوالي معلقتين ميه او كده بس. موجود عندك حليب؟ استخدمي حليب. طب ما عندكيش حليب اتصرفي، حطي معلقتين ميه هيطلع معاكي زي الفل. ممكن اصلا كمان تدوبي الخليط بره او الكاكاو بره في معلقتين الميه وتحطيهم على الخليط سايلين، هيطلع معاكي اسهل من كده. عندنا الصاجات بتاعتنا اهي، وهبدا ان انا احضر ورق الزبده عشان يطلع لي بالشكل دوت، عشان لما اقلبه يديني الشكل اللي انا عايزاه. نصيحه من اختكم لما تيجوا تعملوا حاجه بورق زبده، معروف ان هو ما بيلزقش، بس نصيحه يعني علشان ممكن يبقى نوعيه الورق مش كويسه، نوعيه الورق فيها حاجه، فابداوا ان انتوا حتى لو حاطين ورق زبده دهنه زيت بسيطه علشان ما تخسروش ايه المنتج بتاعكم او المواد بتاعتكم وتطلع معاكم مظبوط. هعمل كده. حاضر. فاكره ما تقلقيش. ادي الثلاث صاجات بتوعنا اهم. هنعمل واحد شوكولاته واثنين ابيض، وواحد من الابيض اللي احنا هنعمله هنشكله بشوكولاته وهوريكم هنشكله ازاي. حتى لو حاطين ورق زبده نحط دهنه بسيطه كده علشان نبقى ضامنين ان ايه ان الخليط يفك معانا بسهوله وما يلزقش في ورق الزبده اللي احنا بنستعمله. مواضيع سهله جدا، ما تصعبوش الدنيا على نفسكم، كله يتحط في الخلاط، مكونات كلها تتضرب. هتنزل بعد كده نحط عليها المواد الجافه، ورق زبده في صاج، نبدا نحط الخليط. الفرن بتاعنا شغال على درجه حراره 180 فوق وتحت. بياخد وقت قد ايه بقى الخليط الرفنع اللي احنا هنحطه ده؟ بياخد وقت قد ايه؟ بياخد من 10 دقائق ل 12 دقيقه. من 10 دقائق ل 12 دقيقه في الفرن. ايه ده يعني مش هيقعد في الفرن يا نونا 35 دقيقه زي ما بنقعد؟ لا يا حبايبي، 35 دقيقه لما اكون عايزه الخليط يبقى عالي كده. لكن الكب كيك الكيكايه عاليه 35 دقيقه، الكب كيك 20، اللي احنا عاملينه ده من 10 ل 12 دقيقه. اعمل كده. كده الصاجين اللي قد بعض انا عملتهم كده علشان هيبقى واحد ابيض وواحد عليه بني من فوق بالشكل ده. الصاج البني هو القرفة علشان هنقسمه اتنين واحنا بنشتغل. موضوع سهل جدا وبسيط، ما تصعبوش الدنيا عليكم. بسم الله. انتوا ست كل وشاطرين وما شاء الله. بالشكل ده كده ننزل الخليط كله وتمام وزي الفل. نبدا ان احنا نفرد الخليط. رغده انا نسيت. نسيت. لا هنتصرف هنتصرف. هنجيب كده ورق زبده او كيس حلواني الفيا، هاخد من ده معلقتين. عماله اقول لرغده انا فاكره انا فاكره ونسيت.
بصوا بقى، انا هاخد من هنا معلقتين كده، ليه؟ علشان الخليط ده انا هعمل بيه خطوط على الابيض، وهوريكم دلوقتي قصدي ايه. يلا بينا. الخطيتين اللي انا بخبطهم دول مهمين جدا عشان اطلع الفراغات اللي في الكيك، وفي نفس الوقت ابدا ان انا املى الساق كله واساوي الوش بتاعه، ما يبقاش حته طالعه وحته نازله. بصوا الخطيتين دول بيبداوا يعملوا فقاعات اهي على الوش علشان ايه؟ يسوي لي الساق كله بالشكل كده. ثانيه واحده، اللي هو جيمي فين؟ لا هقفل، هقفل عشان اما ارجع ازين الباقي. ماشي تمام. بصوا ببدا ان انا اساوي الوش كده، وبرده هديله الخبطتين اللي انا عايزاهم علشان يتساوى زياده ويطلع لي فراغات الهواء اللي انا مش عايزاها تكون موجوده جوه بالشكل ده كده. وهاجي هنا في واحد من دول، هناخد ده مثلا كده، واروح اقطع الكيس الحلواني. ما عندكيش كيس حلواني ما عنديش اي مشكله، ممكن نعمله في كيس ثلاجه، ممكن نعمله في كورنيل اللي هو القرطاس الصغنن ده. بسم الله. كيك منه فيه علشان يستوي معانا ويطلع معانا زي الفل بالشكل ده كده. عايزه تعملي اللي انا بعمله دوت في كيك عادي هيطلع معاكي برضو زي الفل. اسهل منه مفيش. نرجع بعد كده بعود خله وابدا ان انا اعمل كده. كده ظبطت الكيك، يبدا يدخل الفرن عندنا على درجه حراره 180. انا هبدا ادخل دول مع بعض كده عشان دول لما يطلعوا هيبداوا يتقطعوا. ده هيبقى طبقه في الارضيه زي ده، هيتحط عليه مربى ويتحط عليه الطبقه الثانيه من فوق، ويبدا يتقطع في حجم الكيك اللي حضرتك عايزاه. البني ده هنبدا ان احنا نقطعه نصين زي ده كده، ونبدا ان احنا نحشيه من جوه شوكولاته قابله للدهن، وممكن نغطسه في شوكولاته، نزينه بشوكولاته بيضاء، اللي انت عايزاه اعمليه. طيب هنبدا نحط دول كده في درجه حراره 180 لمده من 10 ل 12 دقيقه، مش هياخد اكتر من كده بالشكل ده. من 10 ل 12 دقيقه نحسب ساعتنا كده، من 10 ل 12 دقيقه يبقى تمام وزي الفل. نقفل، والكيك التاني هنحطه في الفرن اللي قدامنا علشان يبدا ان هو ان احنا خلاص المفروض ان احنا دول سويناهم من امبارح، ولازم تكون الكيكايه بارده علشان ناخد منها نتيجه مظبوطه. الكيك بتاعنا في الفرن ما شاء الله، الله اكبر عليه. عدينا قد ايه دلوقتي؟ لسه ما كملناش 5 دقايق، صح؟ 5 دقايق، يعني 12 دقيقه بالظبط. هنبص عليه من بره كده اهوت، ونبدا ان احنا نطلعه. نيجي بقى دلوقتي نشتغل. هنبدا ان احنا نعمل كده، ده انا هعمل بقى كده علشان انا محتاجه الوش بتاعه عشان اقدر ارده تاني. وده كده اهو تمام تمام زي ما انتم شايفين كده. طبعا ورق الزبده بيقول انا مدهون زيت، ودي حركه طبيعيه جدا وحركه كويسه علشان ورق الزبده لو نوعيته مش كويسه. نبدا ان احنا نشتغل واحنا مطمنين. تمام تمام نعمل كده. تمام تمام هرد ده تاني علشان انا محتاجه الوش بتاعه، مش محتاجه الارضيه كده. بالنسبه للشوكليت تمام تمام شفتوا المنظر عامل ازاي؟ يطلع معانا ورق الزبده بالشكل ده كده مظبوط مليون المية. ابدا بقى اساوي
يعني ايه ابدا اساوي؟ يعني ابدا اساوي الاطراف بالشكل ده كده علشان تبقى الكيكايه بتاعت النايتي بتاعتي مظبوطه على الشعره. احنا كنا عايزين نصور الكواليس دي يا شباب، ضاعت مننا حاجات كتير. نيجي هنا نساوي كل اللي انا بشيله دوت، على فكره مش هيترمي، كل اللي انا بشيله دوت اصلا ممكن تستخدميه تانيه في صنف تاني حلو، وممكن يبقى بعدها تلات اربع ايام. اضربيه في الكبه وفرميه، وتبداي بعد كده ممكن تحطيه في كاسات تعملي عليه كراميل، ممكن تعملي عليه مربى وكريم شانتيه، هيطلع معاكي في كاسات كده، هيطلع معاكي صنف حلو تالت خالص ملوش علاقه باللي احنا بنعمله. كده سوينا عشان يطلع معانا مظبوط، ونفس النظام بالنسبه لده، بس دوت لما احطه هسويه وهو على بعضه علشان ابدا ان انا اشتغل بيه كويس. طيب هاجي هنا بالنسبه للشوكليت، عشان انا عامله منه صاج واحد، ان شاء الله هيطلع من نظره عيني كده مظبوط. بسم الله. بالشكل ده كده، لا ده هيطلع اكتر من ده تصدق. طيب هيبقى نحط تاني يا اسطوره تاني بالشكل ده كده. رغده قلبها بيتقطع مع كل معلقه شوكولاته قبل للدهن بتنزل. قلبي بصوا بالشكل ده. شايفه دوقي الصوص بالشكل ده كده. نبدا ان احنا نحط ده على ده. بصوا انا حطيت على الطرف علشان الزيادات ابدا ان انا، الله اكبر مفيش زيادات، حلو قوي. نبدا ان احنا نعمل كده كده بقى عندنا 8 قطع من كيك النايتي. ده المفروض ان احنا هنغطسه في الشوكولاته الحليب دي ونطلعه على مصفى بتاعتنا او شبكه بالشكل ده كده، علشان نبدا نزينه بالشوكولاته البيض. اللي هو ازاي؟ اللي هو احنا هناخد دي، شايفين المنظر عامل ازاي؟ تمام. هروح منزله كده هنا، انا ممكن ما اعملش، ممكن بغطس هعمل كده وانزل بالشوكولاته من فوق جدا جدا. تمام هنرصه كده، عايزه انقلها جيمي، ونبدا ان احنا نجيب تنزل كده. عايزه تعمليها ساده زي ما هي، ما عنديش اي مشكله. عايزه تغطسيها في البوله نفسها وتطلعيها، هتنشف معاكي يا هتبقى بقى ايه. عايزه تعمليها ساده ما عنديش اي مشكله، انا ما بيفرقش معايا. ثانيه واحده لا لسه، اديني دقيقه كمان، يعني اديني دقيقه كمان للكيك. مش متابع الفرن يا محمد ابراهيم؟ اخسى عليك اخسى عليك. شايفين جيمي بيلبسك يا محمد ابراهيم؟ يا عيني كان ساكت ومش قادر يتكلم. الزيادات من الشوكولاته اللي بتنزل على الشبكه وبتنزل على الصاج، ممكن ان احنا بعد كده بناخدها وبنبدا ان احنا نعمل بيها باقي القطع، فمش شرط ان حضرتك تجيبي شوكولاته تاني. لا ما عنديش اي مشكله، انا ما عنديش اي مشكله. طيب نيجي للثانيه، نيجي للثانيه هنا مربى، وهنبدا نعملها على الابيض. كل
كنا بنجيبها بقى زمان يا جيمي، وتبقى متنغنغه كده بالمربى. ياه بتقول ايه؟ كانت ببريزه. محمد ابراهيم بيقول لي كانت ببريزه. مفيش حاجه اسمها بريزه دلوقتي، تلاقيها بجنيه ولا باتنين جنيه كمان. ايامنا احنا كانت ببريزه. تقول ايه يا محمود؟ بخمسة جنيه؟ وليه؟ ليه؟ ما احنا نعملها اهو. خمسة جنيه على خمسة جنيه، يعني العلبة مثلا واقفة بستين جنيه؟ العلبة النايتي واقفة بستين جنيه، طب ما اهو. نعملها بأربع بيضات وإيه وكوبايتين ونص دقيق، ومعاهم كوباية سكر وكوباية حليب وكوباية زيت، ونعملها. عادي ستين جنيه؟ أنت بتعلي علينا يا أيمن؟ ماشي. بسم الله، نعمل كده. بص أنا عملت إيه؟ بص أنا عملت إيه؟ أنا حطيت كده، وطبعا من الواضح إن هي في زيادات، فهبدأ. خليك معايا يا جيمي، لا خليك معايا وأنا هناك كده يعني. أيوه، لا أنا بتكلم على الشاشة يعني، خليك قاطع على اللي أنا شايفاه عشان أبقى شايفة بقطع إيه. جدا. نعم يا جي يا محمد يا راجل، ما انا لسه قايله كده. محمد بيقول لي الحاجات دي ممكن نعملها ونحطها في كاسات، ما انا لسه قايله كده. نعمل بقى كده. لا مش كشري هو. بسم الله. حاضر، هنبص عليه في الفرن حالا. شايفين طبعا الحجم اللي انتوا عايزينه، ما عنديش فيه اي مشكله. دي ايه؟ دي اللي بعشرة كمان؟ طيب ماشي، اللي هي الطويله شويه يعني. ماشي، بصوا بقى كده. يلا يا جيمي، ما تقطعتش كويس اهي. بصوا، كميله كميله. جيمي معايا معايا معايا. الله هو اكبر علينا. تاني؟ طيب ماشي. نعمل كده، نطلع كده، مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه، نطلعها. بسم الله. ممكن نلفها شوية كمان عشان تاخد ايه؟ تسوية كاملة. اللي تحت طبعا لسه. هبدأ ان انا اعمل كده واطلعها فوق. شايفين؟ يعني قدامها حوالي سبع دقايق كمان تاخد بس الوش، لكن هي من جوه مستوية. تاخد الوش لكن هي من جوه مستوية. نقفل ونسيبها. يبقى كده احنا عملنا النهاردة الكيك النايتي بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا جدا، وبحاجة يعني لا تذكر، بحاجة لا تذكر بالشكل ده كده. ده اللي هو بالمربى بالشكل ده. شوفوا كم قطعة من اللي احنا عاملينه ده. مقدارين يعني 8 بيضات، كوبايتين من السكر، كوبايتين من الحليب، كوبايتين من الزيت، 5 كوبايات من الدقيق يعني كيلو دقيق. 5 كوبايات من الدقيق يعني كيلو دقيق، يطلع لنا الكمية اللي حضراتكم شايفينها دي كده اهو. عايزه بقى تقطعي كبير، عايزه تقطعي صغير، انا ما عنديش اي مشكلة خالص. اللي حضرتك عايزاه كله اعمليه. بالشكل ده كده تمام. الشوكليت بقى بصوا بدأ ان هو ينشف معايا ازاي. تمام وزي الفل. هعمل ايه؟ هطلع فاصل. لا استنى، والله هي سايحه معايا يعني. كنت اقول لكم هطلع فاصل اسيح الشوكولاته. لا بالمعلقه مش هيطلع لك بنفس الشكل. بيقولوا لك اهم من الشغل ايه؟
ظبط الشغل يعني، اتعلمت كل حاجه مني جت على دي. نعمل كده. نعم يا ولا يا ولا، محمد ابراهيم بيقول لك ابوظ الطبخه عشان شويه ملح. حلو قوي، بص بقى كده. تخيلي بقى لما تعمليها عندك في البيت هيبقى عامل ازاي، ولادك اصلا هيبقى بالنسبه لهم حلو ازاي. الشوكولاته عماله تمسك جوه، ما عنديش اي مشكله اهي، وتسيبوها تشد معانا. ده اسمه ايه؟ سامبا بالشكل ده. ايوه طبعا احنا بنشجع المصري ايا كان، الشمعدان بقى النايتي. ايوه شجع المصري، شجع المصري زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، اللهم بارك. طبعا هي الشوكولاته البيضاء لسه مسيله، بس احنا هنعمل كده اهي. يا روحي ايه ده، ايه ده، وهنا سأذوب قليلا، مش هأسكت، هنا سأذوب قليلا.